بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باربوينت 2016 بروجكت 1 سؤال رقم 22 بيقول ديسبلاي سلايد 3، يعني ايه سلايد 3؟ اللي هو اسم السلايد بتاعتي description of voluntary jobs. هاجي هنا على سلايد 3 اللي هو ده السلايد 3، ماله بقى؟ in the slides pen and review، عايز اسلايدها في قائمة بند اللي هي قائمة السلايد، and review the information on the slide، وعايز يعرض review the information on this slide، أي المعلومات هذه اللي للشريحة. هاي احنا نيجي للشريحة هنا، ده اللي هو البن. لو احنا جينا كبرنا كده شوية، جينا دخلنا على الفيو، هنا في الفيو هنلاقي عندي normal وعندي out of line، ده هنا كده الشريحة التالتة، ودي هنا المعلومات بتاعت الايه الشريحة نفسها. ده هنا سلايد سورتر، ده اوت لاين، ده هنا نوتس بيج. هو عايز يعمل فيها ايه؟ هو عايز يقول لي ديسبلاي سلايد 3 ديسكريبشن اوف فولنتير جوبس ان ذا سلايد بان، في قائمه الايه سلايد بان اللي هي قائمه السلايدز اللي هي القائمه اللي على الجنب دي اسمها سلايد بان. طيب لو احنا جينا قفلنا القائمه دي نقفلها ازاي القائمه دي؟ سلايد ماستر يقفل ازاي القايمة دي؟ ده النورمال هنا، المفروض ان احنا ممكن نقفل القايمة دي ريفيو، مش في ريفيو، نقفلها منين؟ في الهوم كده، مش في الهوم، هي في الفيو اكيد. في الفيو. طيب في الانيميشن ترانزيشن، هي المفروض اللي هي كده، ده السلايد بين الجنب على جنب دي اللي هي السلايد بين نورمال سلايد سورتر. سلايد بين. طيب احنا عملنا دي ازاي تاني؟ هو في النورمال بتاعي يبقى السلايد بين بتاعتي كل الشرايح كده جت على بعضها، انا هحط شريحه رقم 3 هنا واقول له حاجه اسمها اوت لاين فيو. اوت لاين فيو هنا كده بيقول لي edit the jump between your slide in this outline بين. You can easily create an enter presentation just by pasting your outline from your words into the outline، عشان اقدر اخد كوبي بيست من الاوت لاين دي على طول بسهوله. طيب ايه تاني؟ ماشي. اند ريفيو ذا سلايد شيرز وونت تو انكلود ذيس انفورميشن از نوتس اون سلايد 4 صروف 7، بيقول لي هنا اون ذا سلايد شيرز وونت تو انكلود ذيس انفورميشن از نوتس كما ملاحظات اون سلايد 4 سلايد 4 اهي. ماشي عايزين دي النوتس بتاعتها، النوتس هنا كليك تو اد نوتس، بس ايه اللي هناخده نحطه هنا في النوتس؟ ايه اللي هناخده من هنا نحطه في النوتس هنا؟ نشوف بقى. بيقول لي شير كريس وونتس تو انكلود ذيس انفورميشن از نوت اون سلايد 4 ظروف 7 انستيد ظروف 7 instead of displaying it as built list he has already added the notes to slide 5 and 6 اللي هي دي عايز اخدها يحطها هناك، يعني هنا 4 5 فيها notes، 5 فيها notes وستة مفيهاش نوتس، مش فاهم. عايز انت ناخد كوبي ونيجي نخش في جوجل ترجمة، نعمل بيست، عرض شرائح تلاتة، وصف وظائف المتطوعين، ده اسم الشريحة، في جزء الشريحة ومراجعة معلومات في هذه الشريحة. يريد كريس تضمين هذه المعلومات كمذكرات على الشرائح من 4 إلى 7. وصف هذه دي عايز المعلومات دي يحطها من وصف من 4 ل 7 بدلا من عرضها كقائمة نقطية. تمام.
وقد أضاف فعل الملاحظات إلى الشرائح 5 و6. يعني هو عايز ياخد 1 2 3 4، يبقى في 4 و5 و6 و7، هو عايز يجيب كده من 4 ل7. تمام، فهنعمل ايه؟ هناخد اول واحدة دي، اول نقطة دي كده، يعمل ريسلكت وياخدها كوبي، ويروح جاي في رقم 4 ويروح عامل بيست. بعد كده ياخد الستوري دي ويحطها في رقم 5. طب رقم 5 اصلا هي موجودة فيها لغاية اورجانيزيت، اللي من اول ستوري وركس اسيست بيهايند ذا كونتر كونتر اند كيب. ماشي، راح يجي ياخد دي ويحطها في 6، اللي من اول ديليفري لغاية 21 years، ياخدها كوبي ويجي في الشريحة رقم 6 وكليك اد ويحطها بيست. هيجي الشريحة رقم 7، هي موجودة فيها الشريحة 7 موجود فيها اللي هي years old، هيغير دي باللي هي الاوفيس، هيغيرها مش هيغيرها slides 5 and 6، 5 and 6. وبيقول لي سلايد 5 و6 كان فيهم داتا، 5 فيها داتا، المفروض 6 كان فيها داتا، المفروض 7 دي بقى اللي هيحط فيها داتا جديد. دي هياخدها كوبي وهنحطها في رقم 7. طب استنى، عشان كده ممكن يبقى اتلخبطنا. 5 فيها داتا، المفروض قال لي 6 كان فيها داتا، 6 دي اللي هي الجديدة اللي انا ضفناها جديد، فالمفروض دي اللي هي كانت 6 جديدة، يعني المفروض دي تتنقل زي ما هي ودي تيجي هناك. طب نراجعها كده. ماشي، قال لي display slide 4 ده in the slide pane display the note pane and then added field workers بال ويلد ده in the notes pane this pane 7 printer in the office in slide pane added office workers added office workers is excel maintain. عايز يجيب هنا office دي تتحط في الخلية اللي بتاعت الأوفيس، لأن هي دي موجودة فيها الأولد 21، يبقى هتاخد اللي بتاعت الأوفيس دي، ناخدها كوبي وهنحطها في الخلية بتاعت الأوفيس دي. بعد ما حطينا فيها دي نحط بيست اللي بتاعت الأوفيس ونعمل سيف. يبقى تاني كده هو قال لي ايه، display slide 3 اللي هي دوت in the slides بان سلايد بان، هيجي يعمل يعرضها في ايه، كانت نورمال كده، دي الشرايح بتاعتي، كل شريحه بختارها بتظهر هنا الشريحه بتاعتي. فقال لي لا، مش عايز يظهر كده، عايز يظهرها بنظام حاجه اسمها اوت لاين، بحيث انه يظهر كل على الجنب هنا اسم الشريحه وتحتها الديتيلز بتاعتها او اللي هو التفاصيل بتاعت الشريحه نفسها، وتحت هنا بكتب لي حاجه اسمها النوتس. طيب ده الاول نقطه. بعد كده قال لي ايه، قال لي شيرز وونتس تو انكلود ذيس انفورميشن، المعلومات بتاعت الشريحه دي as notes ملاحظات on slide 4 ظروف 7، عايز يحطها من 4 ل7 inside it of displaying it as appended list، من خلال القائمة دي، يعني القائمة اللي هي معانا النقط دي 1 2 3 4 عايز احطهم في الشريحة من 4 و5 و6 و7. جميل جدا. بعدين بيقول لي ايه، display slide 4 value in the field، عايز يعرض الشريحة رقم 4 اللي هي value in the field. ماشي، بعدين اعمل فيها ايه، قال لي in the slide pane display the notes pane، في الشريحة اللي انا معرضتها كده هيظهر لي البين. طيب تمام، النوتس بين. طيب بعدين بعد ما تظهر فين دي، قال لي edit field workers، هضيف انا الحتة اللي هي دي. طب هنجيبها منين، هنروح هناك field workers اللي هي دي، هناخد field workers ده ونحطها في الشريحة دي. طب كلام جميل. بعدين قال لي in the notes pane then display slide 7، بعد ما هضيف دي هخش على slide 7 للأوفيس in slide pane added office workers، في دي هروح واخد added office folder دي اخدها كوبي واحطها في الشريحة رقم 7، في الشريحة رقم 6 اللي بتاعت الايه، الأوفيس the office pane. طيب هو قال لي ان الأوفيس pane دي المفروض تبقى شريحة رقم 7، يبقى هاخد انا الشريحة رقم دي اللي هي office pane دي واخليها شريحة رقم 7. طب هنقلها ازاي،
همسك كده الخمسة الستة دي وراح نقلها لتحت لسبعة. بعد عندي دي كده رقم أربعة، ودي كده رقم خمسة، ودي كده رقم ستة، ودي كده رقم سبعة. طيب ايه تاني؟ بيقول لنا delete slide 3 and then and the last slide the blank slide. عايز يمسح الشريحتين، الشريحة رقم تلاتة دي، ده السؤال رقم 23، بيقول لي delete slide تلاتة دي اللي هي description of volunteer jobs and the slide and the last slide the blank slide. طيب هنجي عايز نمسح احنا الشريحة رقم تلاتة دي، هنقف عليها بيمين ماوس كده، ويبقى عندي حاجة اسمها ايه؟ delete slide. delete slide مسحت الشريحة رقم تلاتة. بيقول لنا والشريحة الأخيرة خالص اللي هي بلانك فاضية، شريحة فاضية خالص، برضه أختار عليها يمين ماوس وأختار عندي حاجة اسمها ايه؟ ديليت سلايد. طيب بعدين ده سؤال رقم 23، نقفل.